أهلا بكم مشاهدينا من جديد. نفتح الآن وإياكم ملف مباراة المنتخب التونسي ونظيره الإنجليزي والتي تجري في فولغاغراد أرينا مساء يوم الاثنين. ينضم إلينا الآن مشاهدينا من مقر إقامة منتخب تونس بمدينة فولغاغراد موفدنا نافع بن عاشور. مساء الخير نافع، ترقب بشغف كبير للظهور الأول لنسور قرطاج في المونديال، وإذا علمنا التشكيلة التي يعتمدها المدرب نبيل معلول فهذا سيعطينا ملمح كبير عن الخطة للمنتخب التونسي في مواجهة خصم عنيد هو المنتخب الإنجليزي. قربنا من الصورة أكثر. مساء الخير أروى، طبعا تحية لكل مشاهدي بي إن سبورتس. ليلة طويلة على عناصر المنتخب التونسي هنا في هذا الفندق في الخلفية، طبعا ليلة دخول للمونديال، ليلة من أجل كتابة تاريخ جديد لهذا الجيل لكرة القدم التونسية التي تتوق للترشح للدور الثاني في خامس مشاركة في تاريخ الكرة التونسية أو لتحقيق انتصار ثاني في المونديال بعد انتصار تاريخي وأربع نقاط تاريخية في أول مشاركة عام 78 في الأرجنتين. الآن بعد 40 سنة حان الوقت يبدو لي. طبعا قدمنا التشكيلة بشكل حصري، نبيل معلول أجرى ميران أو المنتخب التونسي بقيادة نبيل معلول أجرى ميران أخير في ملعب فولغاغراد أرينا، طبعا كان من أجل التعرف على هذا الملعب لأن الأمور كانت محسومة تقريبا على مستوى التشكيلة التي سيكون في حراسة المرمى فيها معز حسان. ووصلنا خبر ليس جيد للتو، نحن القريبين من معسكر المنتخب التونسي، أن علي معلول الظهير الأيسر الذي ظن الجميع أنه تعافى بعد الميران اليوم أحس بأوجاع قبل ساعة تقريبا، توجه رفق الطبيب للمدرب نبيل معلول، ومسألة مشاركته باتت بين الشك واليقين في انتظار مدى إحساسه بوجع غدا صباحا أم لا. طبعا قلت علي معلول بكل تحفظ في انتظار تأكد جاهزيته، المحور ثابت سيان بن يوسف وياسين مرياح، ظهير أيمن ديلان براون، ثلاثي وسط الميدان في مركز وسط الميدان دفاعي إلياس سخيري، إلى جانبه فرجاني ساسي، البدري في التنشيط الهجومي مكان الخاوي يتأخر للتنشيط الهجومي البدري، فخر الدين بن يوسف، طبعا رحيم ستيرلينج الذي يميل لليسار وقوة روزو على الجهة اليسرى للمنتخب الإنجليزي، فخر الدين بن يوسف مهاجم بخصال دفاعية على الجهة اليمنى، سليتي على الجهة اليسرى، والخزري في قيادة الهجوم التونسي في هذه المباراة. طبعا نتمناها نتيجة إيجابية تونسية وتكسر مع النتائج السلبية للمنتخبات العربية في هذه الجولة الأولى من مونديال روسيا 2018 في ظل تشجيع الروس هنا في فولغاغراد للمنتخب التونسي وتمنياتهم بالفوز. وأيضا فولغاغراد هذه المدينة الشهيرة في التاريخ الروسي التي كانت تسمى ستالينغراد، رمز الصمود الروسي أمام هتلر، رمز الانتصار، لبست حلة تونسية بتوافد الألاف من الجماهير التونسية. وغدا أيضا طائرات تأتي خصيصة من تونس لمتابعة المباراة، باتت تعيش على وقع مواجهة النسور ضد الإنجليز غدا، فبالتوفيق للنسور قرطاج. لكن قبل هذا نتوقف عند هذا التقرير في آخر ميران والمؤتمر الصحفي لنبيل معلول من ملعب فولغاغراد أرينا. في واحد من أجمل ملاعب البطولة على ضفاف نهر الفولغا في مدينة فولغاغراد الشهيرة تاريخيا باسمها القديم ستالينغراد، يعود المنتخب التونسي لواجهة الكرة العالمية بعد الغياب في نسختين سابقتين من كأس العالم من بوابة إنجلترا مساء الاثنين ضمن المجموعة السابعة التي تضم أيضا بلجيكا وبنما، مجموعة وصفها معلول بالأقوى في البطولة لكن لا شيء مستحيل. أنا شخصيا أحس كمسؤول أول فني على المنتخب التونسي لكرة القدم أن جاهزين بنسبة كبيرة، باش ما نقولش جاهزين 100%. شفنا من خلال المباريات اللي تبعناهم الكل في كأس العالم ما عدا المباراة الافتتاحية الأولى بين المنتخب الروسي والمنتخب السعودي، ما فماش مباراة سهلة، كل مباريات معناها كانت صعبة جدا. كنا نشاهدوا في المباراة اللي كانت دور طوى يعني قبل حين، شاهدنا المباراة إسلندا ومباراة الأرجنتين البارح، يعني الفوارق قلت كثير بين المنتخبات، روح كبيرة عزيمة كبيرة شاهدناها في كل المباريات، نفس الشيء باش نشاهدوه بدون أدنى شك في مباراة الغد. بعيدا عن المؤتمر الصحفي والكلام الموجه للصحافة العالمية، كان لنا لقاء خاص مع المدرب نبيل معلول الذي حسم تشكيله الأساسي
قبل أيام ولم يكن الهدف من الميراني ليلة المباراة سوى الدخول في أجواء المواجهة. تشكيلة النصوري ضد إنجلترا ستشهد عودة الحارس معز حسان إلى جانب المهاجم وهاب الخزري والظهير علي معلول، في حين لن تتغير ملامح المراكز الأخرى عن المواجهات الودية الأخيرة. التشكيلة دي واضحة من بداية الأسبوع، يعني عمري ما خبي تشكيلتي ولا لا، واضحة نحط الفريق متاعي في الميدان اون بلاس، نبدا نخدم معناها من بدايه الاسبوع او من بدايه التحضيرات تكتيكيا، تقع بعض التغييرات في بعض المراكز باش نجرب كل اللاعبين ونشوفهم، لكن ملامح التشكيل الاساسيه ديما واضحه. هنا في فولغاغراد ارينا يعود المنتخب التونسي لاجواء المونديال بعد غياب، وهنا ستنطلق مشاركه خامسه في تاريخ كره القدم التونسيه من اجل القطع مع خيبات الماضي وبذكريات جميله قبل 40 عاما في الارجنتين وبامنيه تحقيق الأفضل. نافع بن عاشور، بي إن سبورتس، من كأس العالم روسيا 2018، فولغاغراد أرينا. من جهة أخرى، واصل المنتخب الإنجليزي استعداداته لمواجهة المنتخب التونسي في افتتاح مبارياته عن المجموعة السابعة. المنتخب الإنجليزي المدجج بالنجوم وقف على غالبية نقاط قوته وضعفه تحضيرا لمواجهة النصوري قرطاج في مباراة يريد من خلالها زملاء هاري كين نيل النقاط الثلاث، رغم أن المهمة لن تكون سهلة أمام منتخب سيحاول أن يكون ندا لمنتخب الأسود الثلاثة. أظن أن جميع اللاعبين أصبحوا يعلمون طريقة لعب المنتخب الذي سنواجهه، وذلك بعد سلسلة من التمارين التي قمنا بها. حاولت إعطاء اللاعبين عددا من الأشياء التي تدربنا عليها هذا الأسبوع، وهو الأمر الذي سيمنح الجميع إمكانية التركيز. من لن يلعب سيكون في ظهر الآخر من أجل تشجيعي على العطاء. يمكنني أن أؤكد أن هؤلاء اللاعبين لديهم شخصية رائعة، وأظن أنه من الصعب اختيار من سيلعب أساسيا منهم. أنا لم أتغير كثيرا، فأنا الشخص ذاته واللاعب ذاته للمنتخب. ربما فقط أنني سجلت أهدافا أكثر في التدريب. بالنسبة لي أنا فخور أن أكون قائد منتخب إنجلترا، وأنا متحمس للذهاب بعيدا في هذه البطولة. نعود وإياكم مشاهدينا للحديث عن مباراة إنجلترا وتونس، حيث ينضم إلينا من مقر إقامة المنتخب الإنجليزي في مدينة فولغاغراد مفادنا إلى هناك نسيم ربيكا. نسيم، مساء الخير أو صباح الخير عندك نسيم. كان هناك جدل كبير حول تشكيلة المدرب ساوثغيت هناك في إنجلترا قبل القدوم إلى روسيا. كيف ينظر الإنجليز الآن إلى مباراة مع المنتخب التونسي بشكل عام أتحدث؟ نعم، شكرا زميلي جهاد، شكرا أروى، تحية لكم وللسادة المشاهدين. حقيقة الجماهير الإنجليزية تنظر إلى المنتخب الإنجليزي أنه سيدخل بضغوطات كبيرة، وحقيقة هذا الواقع لأن النتائج السلبية للمنتخب الإنجليزي خلال السنوات الماضية سواء في كأس أوروبا خرج من الدور الأول وكأس العالم أيضا، كل هذه النتائج أصبحت محل ضغط بالنسبة للمنتخب الإنجليزي، خاصة أنه سيدخل هذه المباراة أمام المنتخب التونسي الذي يحظى بدعم جماهيري كبير روسي بالنظر إلى المشاكل بين الجماهير الروسية وأيضا الإنجليزية. ولكن من ناحية الفنية الجميع طبعا يعول على الهجوم القوي للمنتخب الإنجليزي تحت قيادة هاري كين وأيضا رحيم ستيرلينج، ولكن تبقى الكواليس والمعطيات الموجودة هنا من الكواليس أن المنتخب الإنجليزي لم يصبح ذلك المنتخب الذي يخيف الخصوم، والدوري القوي الإنجليزي أفضل دوري في العالم لا يعكس أبدا قوة المنتخب الإنجليزي. وبشكل عام الجميع يرشح هنا المنتخب التونسي أنه قد يحدث مفاجأة أو على الأقل يتعادل مع المنتخب الإنجليزي. نسيم ربيكا كنت معنا من مدينة فولغاغراد، شكرا جزيلا لك.